المخاوف من التزوير تشوب الانتخابات الرئاسية والتشريعية السودانية، اتهامات يرفضها حزب المؤتمر الوطني برئاسة عمر البشير الذي بدأ منذ الصباح أول تجمع انتخابي له في الخرطوم. الرئيس الحالي عمر البشير، والذي جاء إثر انقلاب بدعم الإسلاميين في عام 1989، هو المرشح الذي يعتبر فوزه شبه مؤكد في ظل عدم وجود أي مرشح قوي يمكنه منافسته. فالمرشحون 14 الآخرون لا يمتلكون الثقل السياسي لزحزحة البشير عن عرشه بحسب مراقبين. عمليات القمع لوسائل الإعلام ومقاطعة المعارضة بدأت قبل أن تبدأ الدعاية الانتخابية. المعارضة بدورها ترى أنه لا بد من وجود ضمانات لنزاهة الانتخابات المقبلة في ضوء تجاربهم السابقة. نحن نريد انتخابات حرة، نزيهة، شفافة، مراقبة محليا ودوليا. مقتنعون كل ألوان الطيف السياسي الموجودين في السودان مقتنعون بتلك الانتخابات، وأن تفضي تلك الانتخابات إلى رتق النسيج الاجتماعي وإلى إخراج الوطن من وحدته. اللجنة الانتخابية الوطنية أشارت إلى أن عدد الأسماء المسجلة على القوائم الانتخابية هو 13,600,000 شخص. أن يكون الاقتراع وعد الأصوات والإعلان أمام الجميع حتى نسكت أي صوت يتحدث عن حاجة إلى إعادة انتخاب أو شك في الانتخابات. المعارضة السودانية كانت قد وقعت في كانون أول ديسمبر اتفاقا بعنوان نداء السودان للمطالبة بتشكيل حكومة انتقالية تضمن تنظيم انتخابات غير منحازة.